اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني. القعد ديالي باذن الله نهار الاحد في 3 د العشيه المنتخب الوطني غادي يربح ان شاء الله بواحد لزيرو. نظن بعد المباريات اللي داروا في الاول لانهم خسروا كاع الماتشات الوديه، الماتش الاولاني يقدروا يخسروا فهمتيني، ولكن الماتش ان شاء الله غادي يربح. نتوقع المنتخب المغربي ان شاء الله يا ربي غيربح بواحد لزيرو في المقابله ديالو نهار الاحد ضد ناميبيا. كنتوقع المنتخب المغربي غيخسر بجوج لزيرو، خصهم يشونجيو اللعابه. كنتوقع ان شاء الله ان المنتخب المغربي غيجيب العز للبلاد وغيجيب العز للمغاربه وان شاء الله غيربح 3-0. التوقع ديالي بالنسبه للمغاربه كنتمنى ان شاء الله يربحوا ويفرحوا المغاربه كاملين وديما مغرب وان شاء الله يربحوا بشي 2-0. الماتش ماروك في نامبيا اي ثينك اخسروا 1-0. ان شاء الله كنتوقع المغرب ان شاء الله يربح شي 2-0 ان شاء الله. نتمنى المنتخب حد سعيد وكنتمنى النتيجه ديال ناميبيا غادي تسالي ان شاء الله ب 2-0. ما نتوقعوش بزاف د الحوايج ولكن اسبيرون يربح ب 2-1 بحال هكا كتبان منطقيه اكثر. اتصالات المغرب المسلسل الرسمي للفريق الوطني. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.